مساء الخير. إسرائيل نشأت العام 1947 بقرار من الأمم المتحدة، لكن الدولة الفلسطينية لن تحظى بمثل هذا الاعتراف يوم الجمعة المقبل. صحيح أن طلب الاعتراف سيحظى بأغلبية تفوق 120 صوتا في الجمعية العمومية من أصل 193 دولة، لكن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن سيحطم الأمل والوعد. محمود عباس يلعب ورقة دخوله التاريخ، لكن المغامرة تشكل خطرا على السلطة الفلسطينية القائمة، إذ ربما يؤدي الأمر إلى حرمان الفلسطينيين من مساعدات أمريكية سنوية تبلغ 500 مليون دولار، ما سيؤدي حسب محافظ البنك المركزي الفلسطيني إلى خطر انهيار السلطة الفلسطينية في ظل التوترات المالية العالمية. لكن الأخطر من ذلك أن قادة العالم يجمعون منذ الآن وحتى الثلاثاء على القيام بمحاولات حثيثة لتجنب ما يصفونه بكارثة اصطدام دبلوماسية في ملف السلام في الشرق الأوسط، حيث يضاف التوتر الفلسطيني الإسرائيلي إلى البرودة الإسرائيلية مع مصر إلى الاشتباك الدبلوماسي الإسرائيلي التركي. وفي السياق التركي أيضا سجل اليوم تطور أمني بارز، حيث وقع هجوم وصف بالإرهابي في قلب العاصمة أنقرة بالتزامن مع تهديد تركيا بشن حملة برية في شمال العراق لاستهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني، علما أن عمليات الحزب تكثفت منذ اندلاع الأزمة السورية وتصاعد الخلاف التركي الإيراني على خلفية الحوادث السورية ونشر تركيا الدرع الصاروخية للحلف الأطلسي على أراضيها. في لبنان مواجهة كهربائية متوقعة غدا في اللجان النيابية المشتركة بين الأكثرية والمعارضة على أن ينتقل الكباش إلى الجلسة العامة يوم الخميس، حيث سيحسم التصويت على خطة الكهرباء الأمر سلبا أو إيجابا إلا إذا فقد النصاب بقدرة قادر ما. أما في الملف الأمني ففصل جديد من فصول المعركة المفتوحة بين فرع المعلومات وحلقات خاطفي الأستونيين السبعة، ما يطرح أسئلة عن ارتباطاتهم وعدد شبكاتهم وعمق عملهم الذي يبدو أنه يتخطى الحدود اللبنانية والسورية إلى داخل العراق.